أهلا بكم مجددا. تحت رعاية حضرتي صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تنظم وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم وقراءاته وتجويد تلاوته في الدورة 11 من الفترة من 12 إلى 19 من أكتوبر الجاري. للحديث أكثر حول هذا الموضوع، نعم، أيضا ينضم إلينا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية مراسل تلفزيون دولة الكويت هناك فهد التركي. فهد، صباح لك بالخير. هل لك أن تطلعنا على استعدادات وجهود وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بخصوص تنظيم هذه المسابقة؟ صباح الخير زميلي سعود، صباح الخير زميلتي إسراء، تحية لكم والمشاهدي برنامج العالم هذا الصباح من تلفزيوني دولة الكويت. فعلا تعود جائزة يعني دولة الكويت الدولية لحفظ وتجويد القرآن الكريم من جديد لدورها الريادي، وهي من أفضل الجوائز يعني على مستوى العالم فيما يتعلق في حفظ وتجويد القرآن الكريم، وهي تقام تحت رعاية سامية من قبل حضرة صاحب السمو أمير يعني البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وبتنظيم من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، إذ تعد هذه يعني جائزة واحدة من يعني الجوائز الدولية المتميزة على مستوى يعني العالم، وكانت قد توقفت لعامين بسبب جائحة كورونا، لتعود يعني في هذا العام من بوابة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لدورها الريادي والجديد في دولة الكويت، لتسليط الضوء بشكل أكبر بشأن ماهية جائزة القرآن الكريم الدولية في دولة الكويت، وما الجديد في هذه الجائزة لهذا العام. يسعدنا بأن نلتقي بوكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ورئيس اللجنة العليا للجائزة المهندس فريد عمادي. صباحك الله بالخير مهندس فريد، من جديد تعود جائزة الكويت الدولية للقرآن يعني الكريم لدورها الريادي من بوابة دولة الكويت، كيف يعني ترون مشهد يعني الجائزة بعد توقف دام لعامين بسبب جائحة كورونا، وما الجديد في هذه يعني الجائزة لهذا العام؟ صباحك الله بالخير، وبهذه المناسبة أود أن أوضح بأنه برعاية سامية وكريمة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، تنطلق جائزة الكويت الدولية لحفظ القرآن الكريم في هذا العام من 12 أكتوبر إلى 19 من أكتوبر. ولا شك أن هذه الجائزة بالفعل تميزت عن جميع الجوائز الدولية الموجودة على مستوى العالم، حيث تربعت هذه الجائزة مع قصر عمرها على كثير من الجوائز الدولية على مستوى العالم اللي صار لها أكثر من 50 و60 سنة. هذه الجائزة في الحقيقة مما يعني يؤكد على تميزها أنه تم تأسيس مجلس تأسيسي للجوائز القرآنية على مستوى العالم، وجميع الدول اختارت الكويت لرئاسة هذا المجلس التأسيسي، وفي تنسيق حقيقة بين دولة الكويت وغيرها من الدول. الشاهد أن أقول أن اليوم هذه الجائزة تربعت على عرش الجوائز القرآنية، ولا شك أن هذه الجائزة يعني قامت بالوزارة باستعدادات طويلة، كان مقرر عقدها في شهر 4/2020، لكن بسبب ظروف الجائحة اضطرينا نأجلها. حاولنا نعقدها أونلاين حتى يعني نبقي هذه الجائزة كما تعودوا عليها الدول الإسلامية من خلال التنسيق مع وزارة الخارجية وسفاراتنا في الخارج، وكان مقرر عقدها في فبراير الماضي، إلا أن أيضا بسبب ظروف جائحة كورونا، وأيضا كان في ذاك الوقت حتى كثير من الدول بدأت تنتشر فيها يعني تعود مرة ثانية الجائحة، فاضطرينا تأجيلها، ولعلها خيرة أجلناها حتى تكون يعني تقام حضوريا. ولا شك أن اليوم احنا وجهنا دعوة إلى 76 دولة
ولله الحمد يعني وافقوا على المشاركة تقريبا 70 دولة، 6 دول اعتذرت. عدد المشاركين في من المتسابقين يتجاوز 130 متسابق من 70، بالإضافة إلى 30 مشارك أو أكثر من 30 مشارك في فرع اللي هو الفرع التقني، أفضل مشروع تقني يخدم القرآن. في الحقيقة جائزة الكويت الدولية تميزت عن غيرها من الجوائز الدولية أنها فيها فروع ما هي موجودة في كثير من الجوائز الدولية. على سبيل المثال هذه الجائزة فيها فرع لحفظ القرآن كاملا بالقراءات العشر، وهذا الفرع يمكن قليل يعني لم تكن يعني من الجوائز القليلة على مستوى العالم اللي فيها حفظ القرآن كاملا بالقراءات العشر، بالإضافة طبعا إلى حفظ القرآن كاملا برواية واحدة. من الأمور اللي تميزت فيها أيضا هذه الجائزة اللي هو حفظ القرآن كاملا لصغار الحفاظ من أعمار 8 سنوات إلى 12 سنة، وفي حقيقة عدد طيب سيشارك في هذا العام بإذن الله تعالى. أيضا ما تميزت به هذه المسابقة المباركة اللي هو المساهمة في أو التسابق في أفضل مشروع تقني يخدم القرآن الكريم، وهذا المشروع احنا قسمناه حقيقة إلى قسمين، قسم متسابقين على مستوى الأفراد وأيضا متسابقين على مستوى المؤسسات. كل هذه حقيقة الأمور تتميز بها جائزة الكويت الدولية عن غيرها من الجوائز، بالإضافة حقيقة إلى أن هذه الجائزة أيضا تتميز بجوائزها مقارنة مع غيرها، حقيقة تعتبر جوائز متميزة تبلغ جوائزها في كل الفروع تقريبا ما يقارب من 150 ألف دينار موزعة على الأول إلى الخامس في كل فرع من هذه الفروع. فريد يعني لو بسألك عن يعني الفئات العمرية اللي ستشارك في الجائزة، وهل هي مختصرة فقط للذكور أم لي يعني الإناث والذكور كمتسابقين في هذه الجائزة؟ طبعا احنا بالنسبة للمسابقة بدأت وما زالت على الذكور فقط، لأن يمكن تقريبا لو احنا بنفتحها يعني درسنا الموضوع لفتحها للإناث، لكن هذه أيضا فيها يعني متطلبات أخرى لابد أن نوفرها وقد تكون مو متيسرة في الوقت الحالي. لكن بالنسبة للمشاركين كلهم طبعا من الذكور، ولا شك أن هذه الفروع كلها تصب حقيقة في خدمة القرآن الكريم. طبعا احنا أيضا مما يميز هذه الجائزة عن غيرها من الجوائز أن احنا أيضا عندنا تكريم لأفضل شخصية قرآنية خدمت القرآن الكريم، وأيضا سيكون هناك معرض مصاحب لهذه الجائزة، وعنوان هذا المعرض اللي هو خدمة القرآن عن بعد وهو إثراء تعلم القرآن عن بعد، وسيشارك حقيقة في هذا المعرض ثلة من المؤسسات التي لها تجارب في خدمة القرآن الكريم عن بعد. كذلك حقيقة حرصنا على أن تكون هذه الجائزة ليست فقط مجرد يعني تسميع ودخول متسابقين، هناك فعاليات لإقامة ورش علمية قرآنية، واستقدمنا لها أو سيشارك إن شاء الله مجموعة من المتخصصين العلماء في علوم القرآن، ستقام عدة ورش بالإضافة إلى إقامة محاضرات قرآنية متعددة للجمهور العام، وكل هذا حقيقة حرصنا على أن يكون الجو يعني هذا الأسبوع الذي سنقضيه إن شاء الله تعالى في خدمة القرآن الكريم، ويعني يشارك حقيقة الجمهور أيضا في مثل هذه الفعاليات، كل هذا تصب في حرص وزارة الأوقاف على خدمة كتاب الله تبارك وتعالى وتيسير حفظه ليس فقط لداخل الكويت وأيضا للمتسابقين من خارج دولة الكويت. كل الشكر والتقدير للسيد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية المهندس فريد عمادي ورئيس اللجنة العليا لجائزة الكويت للقرآن الكريم، والشكر موصول لكل الجهود التي تمت لإعادة الدور الريادي لهذه يعني الجائزة من بوابة دولة الكويت. نعم سعود، يعني هذا كل ما لدينا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، نعود إليكم وبرنامج العالم هذا الصباح. نعم، مراسل تلفزيون دولة الكويت فهد التركي كنت معنا من وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، شكرا جزيلا لك ولضيفك الكريم.